احنا اتكلمنا في الهاف تايم وقلنا احنا محتاجين هدف تاني ينهي المباراه وينهي امال الفرقه الثانيه، انما احنا متفقين كلنا على ان ارضيه الملعب خلاص مش سامحه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يعرفوا يلعبوا اي شكل، اي تاكتكس، اي تحركات، اي حاجه. حيا الله بس انا ما شفتش اي حاجه حصلت الا بنزول وليد سليمان. وليد سليمان عرف يقف على كورته، عرف يعمل كوره عكسيه الناحيه الثانيه مع زياده وزنه كمان، بس يعني واضح ان هو زياده في الوزن، لو كان اقل شويه 2 3 كيلو كان فرق اكتر من كده، انه مشتاق انه يلعب كوره يعني. غير كده حسيت ان لعيبه الاهلي حاطه بقى يعني مش واخدين أيوة. مش واخدين الشوط الثاني لانهاء المباراه للمحافظه زي ما انت قلت في الهاف تايم، قلنا بين الشوطين هل مستر موسيماني هيحاول يحافظ على النتيجه دي ولا هيزود الضغط ويقدر يفوز بالمباراه. واحنا قاعدين برده واحنا بنتفرج اتفرجنا على الفرقه الثانيه ما بتلعبش كوره يعني، اللي هي بس هي كوره عاليه وبيعملوا اشتراك في روح هو سبب الهدف اللي دخل فينا في ظل 2 عندنا اعتقد ياسر ابراهيم و ايمن و يعني بيتفرجوا في كره عاليه وهما الاثنين تحتيها وبيشاوروا لبعض في العارضه كمان ما تنساش، والكره اللي حصلت مع ياسر ابراهيم عدى الراجل منه وراح حاططها ببوز الجزمه جت في العارضه، فكان في علامات بتقول ان الفرقه دي هتبقى موجوده في الشوط ده وتكافئوا بصراحه. يعني ساعات ربنا بيكافئ طبعا الناس اللي هي بتجري وعندها مجهود. انت كنت عايز تبقى بابسط الامور وابسط الاداء وانك كده تخرج سليم، انك تكسب المباراه دي ما تتعادلش او ما تتغلبش، انما الظروف مش مساعده، الظروف مش مساعده لاسلوب لعبك لشكل اللي انت بتتمناه. ولكن هقول لك على حاجه، ايوه كان عندنا كورتين انفرادات في الشوط ده. يعني طاهر محمد طاهر جات له كوره لو تفتكرها معايا في الدقيقه 60 طبت قدامه، لو هو عارف ان الارض دي كره بتطب فيها ما بتطلعش عاليه قوي كان هيقدر يتصرف فيها هيتصرف فيها احسن من كده. السوليه جات له كره لو استلمها صح كان هيروح على الجون على طول، في مش هيرجع بيها تاني وهتبقى الفرقه الثانيه ريحت ترجع وتعمل تغطيه. و علي معلول بقى زي ما انت شفت بقى هاف ليفت وينج ليفت الناحيه الثانيه وحاول يعمل اكتر من حاجه، بس ظروف الملعب مش قادر احكم انا على الجو والرطوبه. كويس ان النتيجه 1-1، انت محتاج 0-0 في مصر او 1-0 يعني الشكل هيبقى في مصر حاجه ثانيه باذن الله. فباذن الله الحمد لله على النتيجه دي، هي نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. في التقييم بقى وفي الاداء والكلام ده مش هتقدر تقول غير ان الروح بتاعت فرقه الحرس كانت اعلى منك في الشوط الثاني.